في حلقة هذا الشهر من برنامج سي ماستر سيلينج سان دييغو تستضيف السباق الافتتاحي في موسم سباقات RC44، كما سنواتيكم بمستجدات سباق كأس أمريكا ونلقي نظرة على الصاروخ الشراعي. سلسلة سباقات إكستريم سيلينج أكبر وأفضل من اللي قبل بكثير، ونحن في عمان لمتابعة أول السباقات العالمية التسعة الأولى، كما سنحضر في الخليج العربي تدشين جولة الإبحار الشراعي العربية. ولكن قبل ذلك دعونا نتابع أحداث سباق برشلونة العالمي. شاهدنا آخر مرة في سباق برشلونة العالمي المتصدرين في مقدمة الأسطول وهم يخرجون من المضمار يصلحون ما حل بهم من حطب ويعودون إلى السباق ويلحقون بالمقدمة ثانية، وكيف أن القارب الثاني في السباق وقبيل النهاية يصاب صاريدي بالكسر. كان الثنائي الفرنسي جون بيير ديك ولويك بيرون قد حافظا على الصدارة ووصل إلى كيب بلوين ب57 ميلا قبل بقية الأسطول، ولكن كان عليهما قهر المحيط الجنوبي في المرحلة التالية. إن منطقة المحيط الجنوبي منطقة غدرية تكثر فيها الأمواج العالية والرياح العاتية، ولا يمكن التنبؤ بما تحمله من مخاطر. السؤال الذي يطرحه الجميع هو ما إذا كان هذا القارب وفريقه الفرنسي قادرين على الحفاظ على هذه الصدارة؟ إذا أخذنا في الاعتبار كل المتسابقين فنحن لسنا بعيدين في المقدمة، وعليك أن تأخذ في الاعتبار أن المسافة من الممكن أن تختفي بسرعة. فعلى سبيل المثال إذا كانت الظروف مواتية لمافري فبإمكانهم أن يضيقوا المسافة بيننا وبينهم بسرعة، ولذلك لدينا الحماس بأن نحافظ على الصدارة. نحن الآن نريد الحفاظ على العمل الجيد الذي قمنا به ولا نتوقع أن نخطئ أو أن ننام. Now we want to keep the good work we did, and we don't expect to slow down or to sleep. في الترتيب الثاني يأتي ثنائي الأولمبياد الإسباني آيكر مارتينيز وزابي فرنانديز على متن القارب مابفري. نحن بخير والقارب بخير ونحتل الترتيب الثاني، ورغم هذه الرياح العاتية لم يصب شيء بعطب، فالقارب جيد ونحن بخير. ولكنهم في معركة طاحنة مع إستريلا دام وجروب بيل الذين هم على بعد 50 ميلا وراءهم، وهناك معركة أخرى حامية الوطيس تدور رحاها بين جيس سنتروس أوديتوفوس وهيوغو بوس. في تقريرنا الموقعي البارحة 6:30 كان هيوغو بوس على بعد 18 ميلا عن يميني، وسنرى هذا الصباح إذا كانوا قد تقدموا نحونا. نحن على بعد 100 ميل من البوابة الثلجية القادمة وهم يحققون سرعة تبلغ نصف عقدة أسرع منا. سنرى من سيصل إلى نيوزيلندا الأول. هذا هو الوضع عند الساعة 3:30 صباح اليوم، ويمكنك أن ترى هيوغو بوس على بعد 10 أميال فقط منا، ولكنهم لم يستطيعوا تجاوزنا، ونحن الآن على بعد 30 ميلا من البوابة الثلجية متجهين نحو الحاجز الأسترالي. الأحوال هنا ممتعة للغاية، ونحن نقوم بكثير من اللف لتوجيه القارب في اتجاه الأمواج في محاولة للإسراع في كل ميل قدر الإمكان. يتردد أن لديهم نبيذا أحمر جيد وبعض الخبز المحمص على متن القارب، لذا بإمكاننا الاقتراب منهم للحصول على بعض من ذلك. لقد انتظرناهم على مدى مسافة المحيطين، عليهم التحرك الآن. يتوعدون بأنهم سيلحقون بنا، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بعد. كان فيرباك بابريك 3 ما زال يتصدر الأسطول، وسيصل مضيق كوك في نيوزيلندا الأول، ولكن وصلت أخبار بأن الفريق الفرنسي لويك بيرون وجون بيير ديك يواجهان عطبا في قاربهما، وعليهما الاتجاه إلى ويلينغتون لإجراء إصلاحات ويمكثان لمدة 48 ساعة كعقوبة. قررنا التوقف لأننا أصبنا بعطب، فقد انكسرت قطعتان صغيرتان توصلان الشراع الرئيسي بالصاري، وهي قطع مهمة. ولدينا 3 قطع مثلها على متن القارب لإجراء الإصلاحات، ولكننا كسرنا واحدة من قبل، وهذا الصباح انكسرت 2، ولذلك ليس لدينا بديلة.
là, ce matin, on a découvert deux nouvelles cassées et donc on n'avait plus de sécurité. العمل يسير على ما يرام وهناك الكثير من الناس يعملون على القارب منذ هذا الصباح الذي تم بناؤه في أوكلاند بنيوزيلندا وهناك الكثير من الأصدقاء يساعدوننا في عملية ترميم الصاري والذراع والكثير من الأمور الأخرى على متن القارب ونحن على استعداد لمباشرة الإبحار ثانية غدا مساء الساعة 11:11 انضم فيرباك إلى السباق في الترتيب الأول رغم توقفه في محطة التصليح. يقول البعض إن التوقف هنا يعتبر قرارا تكتيكيا صائبا قبل الإبحار نحو المحيط الهادي والاتجاه شرقا نحو رأس الرجاء الصالح. فالقارب كان في حالة جيدة وكلا البحارين منتعشين وجاهزين لمواجهة أصعب مرحلة من السباق. بحلول صباح اليوم التالي كان فيرباك يسبق القارب الثاني مابفري ب 140 ميلا الذي كان يستعد للمرور عبر مضيق كوك في الصباح الباكر. وحالما دخلوا المحيط الهادي استطاعوا تحقيق الكثير من السرعة في محاولة للحاق بفيرباك، ولكن على أي حال لم يدم ذلك طويلا لأن الثنائي الفرنسي استطاع أن يحافظ على صدارته. بعد مغادرة برشلونة قبل 61 يوما فإن القارب المتصدر في سباق برشلونة العالمي فيرباك بابريك 3 بات على وشك الوصول إلى رأس الرجاء الصالح، وهذا معلم كبير في السباق ومهم لكل متسابق. رأس الرجاء هناك، أستطيع أن أراه. يا جون بيير، نحن نمر عبر رأس الرجاء بسرعة، ها هو، تعال إلى هنا. رأس الرجاء أثبت كل من جون بيير ديك ولويد بيرون أنهما ثنائي رائع في هذه السباقات، فرغم أنهما توقفا مرتين ولكنهما استطاعا أن يحققا الصدارة على بقية الأسطول. تابعونا الشهر المقبل في برنامج سيماستر سيلينج لمعرفة من سيصل إلى برشلونة الأول. تحديد معالم الجولة الأولى من سلسلة سباقات إكستريم سيلينج للعام 2011 تم في منتجع الموجة مسقط بعمان. 11 فريقا انضموا للمشاركة هذا الموسم بمن فيهم نخبة من أكبر البحارين في العالم كربابنة كأس أمريكا وحاملي الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين ومخضرمين في سباقات فولفو المحيط. بعض القوارب تعتبر من أسرع القوارب في العالم وتصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، ولكن أحياناً لا تسير الأمور بالشكل المرغوب. ولكن في العام 2011 فريقاً واحداً فقط استطاع تحقيق التوازن الصحيح، فبعد 5 أيام من السباقات التنافسية الشديدة فاز فريق جروب أدمن دو روثشايلد الفرنسي الحائز على المركز الثاني عام 2010 بالحدث الأول، وهو إنجاز رائع لا سيما مع ربان جديد على متن القارب. عندما وصلنا عمان لم نعرف كيف سيكون التعامل مع هذه الحلبة لأن لدينا كثير من التغيرات في الطاقم أهمها الربان، ولكن بالطبع فإن بيير كان رائعا هذا الأسبوع فقال سأتعلم بسرعة وسأبدأ من الصفر لأصل إلى القمة، علينا أن نكون الأقوى في هذا الأسلوب، وكان ذلك أمرا صعبا ونحن نتعلم كل يوم. مررنا بأيام جيدة كما مررنا بأيام عصيبة، ولكن فريقنا مترابط وقلنا من البداية أن علينا العمل بجد وإخلاص إذا أردنا تحقيق الفوز بهذا الحدث، وهذا ما قمنا به، إنه أمر مدهش. ولكنها كانت منافسة شديدة. تيري هاتشنسون الجديد على هذه السلسلة ومنافس كأس أمريكا المخضرم وفريقه أرتميس ريسينج تيم حققوا المركز الثاني في أول حدث لهم على الإطلاق. So
أن نأتي إلى هنا في مسقط ونحتل الترتيب الثاني في الحدث الأول هو أمر كان بعيدا عن توقعاتنا. كنا طوال الأسبوع نخفف من لهجتنا وألا نتجاوز حدود قدراتنا وتوقعاتنا، ولا أستطيع التعبير عن مدى سعادتنا بهذا الفوز في سباق قوارب الريغاتا. صعد فريق رومان هاجارا ريد بول إكستريم وهانز بيتر ستايناكا النمساويين الفائزين بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين منصة الفوز باحتلالهما الترتيب الثالث، وهو حلم بالنسبة للربان هاجارا الذي كانت زيارته الأخيرة لمسقط قد انتهت بانقلاب قاربه وكسر الذراع. إنه أمر جيد بالنسبة لنا ونحن نتطلع بشوق إلى سباق القوارب هنا. هناك تقارب شديد في النقاط، لذلك نحن نتطلع إلى السباقات المقبلة. تتجه السباقات الآن نحو الشرق من تشينغداو بالصين قبل الاتجاه غربا لإقامة موسم أحداث الصيف في اسطنبول وبوسطن وأوروبا. في الجزء الثاني من برنامج سي ماستر سيلينج الخليج العربي يعطي خلفية رائعة لجولة الإبحار الشراعي العربية، وفريق سباق أوراكل يدافعون على لقب بطولة العام الماضي في سان دييغو، ولكن قبل ذلك أخبار الجائزة الكبرى للإبحار حول العالم. دشن فريق صاروخ الإبحار الشراعي الجيل الثاني من القوارب السريعة من شرق كاوز بجزيرة وايت، وقد صمم القارب فيستاس سيل روكيت 2 على أن يكون أسرع من سابقه بكثير مع الهدف النهائي لتحطيم سجل سرعة الإبحار العالمي. يستعد الفريق لشحن القارب الجديد إلى مضيق والفيز بناميبيا حيث يبدأ تسجيل الأرقام القياسية لسرعة الإبحار الشراعي في أبريل. للمرة الأولى منذ عقد من الزمان تشارك أستراليا بفريق في سباق كأس أمريكا، ولأستراليا تاريخ في كأس أمريكا، فبصرف النظر عن فوزها الشهير عام 1983 فقد شاركت في تحديات الفوز بالكأس 7 مرات من قبل وسعت للمشاركة في 3 مرات أخريات. هدف الفريق هو خلق هيكلية تسمح بأن يكون لأستراليا حضور تنافسي مستمر على الساحة الدولية على أمل إيجاد إرث للأجيال القادمة. للمرة الثانية فقط في تاريخ سباقات فئة RC 44 يشترك راسل كاوت إلى جانب الدولة. سان دييغو هي المكان المثالي لبدء سباقات فئة RC 44 للموسم 2011. أصحاب لقب كأس أمريكا أوركل ريسينج فازوا بموسم العام الماضي، وتبدو شراكة أليسون كاوتس قوية، ولكن مع 11 فريقا هذا العام فإن المنافسة تبدو أقوى من أي وقت مضى. تحتشد الجماهير على مسافة لا تبعد كثيرا عن القوارب، وستبدأ السباقات بسباق الريغاتا أولا. الأحوال الجوية هنا رائعة حقا، الشمس ساطعة دائما ونسمة البحر جميلة ونحن نتسابق في الميناء، شيء رائع. سباقات RC 44 كلها عن المتعة والتسلية، وهناك منافسة أخوية وأحيانا تكون شديدة، ولكن الذي هزم الأبطال أصحاب اللقب أوراكل ريسينج قارب جديد هو آيرون باوند، وذلك في أول مباراة لهم. لقد استمتعنا بهذا السباق كثيرا، وكانت معي مجموعة رائعة على متن القارب. نحن ما زلنا نتعلم كيفية قيادة القارب ونأمل أن ذلك سوف يتحسن وينعكس على سباقاتنا القادمة. كنا نتنافس مع عدد من القوارب اليوم وكانت منافسة ساخنة، ونحن سعداء لأنك كل يوم تحقق فوزا فهو شيء رائع. اليوم ننتقل من نمط مباريات السباق إلى نمط سباقات الأسطول، واليوم هو أول يوم من 4 أيام من سباقات الأسطول هنا في سان دييغو. هذه السباقات دائما تنافسية، واليوم وغدا يخصصان لتحديد المواقع، ثم يوم الأحد هو يوم الفوز بالريغاتا، وعليك ألا تبتعد عن الصدارة كثيرا. كان ذلك هو الأسلوب الذي انتهجه الفريق السلوفيني، فكان بول كايارد يؤكد أن يتصدر كاتوشا بمسافة كافية، وبعد يومين من السباقات المحمومة كانوا في المقدمة. أشعر بالسعادة، لقد بذلنا جهدا كبيرا وكنا نعمل كفريق واحد اليوم وقد أثمرت مجهوداتنا. عندما تسير الأمور لصالحك تدرك ذلك، بما في ذلك الحظ. إنه أمر جيد.
كانت القوارب الأربعة الأولى قريبة من بعضها جدا، وكان فريق تيم أكوا الثاني عموما، وكان يبدو أنه الفريق الذي يشكل التحدي. ولكن في السباق الأخير كان كاتوشا وعلى متنه الربان الضيف بوب ليتل يقود السباق منذ البداية. كانت المنافسة على الترتيب الثاني على أشدها بين تيم أكوا وأوركل ريسينج، عندما تلقى تيم أكوا مخالفة مما فتح الباب أمام أوركل ريسينج وحافظ كوتس وإليسون على الصدارة، الأمر الذي جعل أوركل يهزم أكوا بنقطة واحدة فقط. ولكن القارب الذي حظي بالنصر هو كاتوشا، ويبدو أن بول كايارد سعيد بأداء الفريق. إنه شعور عظيم، نحن في هذه السباقات لأكثر من موسم مع فريق كاتوشا، وكافحنا لأجل تحقيق هذا الفوز. لقد كان أسبوع رائع هنا في سان دييغو، ونحن سعداء جدا بهذا الفوز. بكل تأكيد أن سباق الريكاتا هنا في سان دييغو كان واحدا من أفضل السباقات بالنسبة لنا. المكان رائع، وكان هناك الكثير من المشاهدين والاهتمام كبير، شيء رائع. للمرة الأولى في الشرق الأوسط يجري سباق تشترك فيه 6 دول من دول الخليج. إنه السباق الافتتاحي لطواف الإبحار الشراعي العربي، وهو سباق طوله 1400 كيلومتر، تتنافس فيه 6 فرق بممثلين عن كل دولة بقوارب متشابهة تماما. تأسست الفكرة على نشاطات في الإبحار الشراعي كانت تجري في كل أنحاء العالم، ولكن هذه المنطقة كانت تفتقر إلى سباقات من هذا النوع، ولذلك أتت فكرة ربط كل دول الخليج لإقامة حدث واحد تشارك فيه دول المنطقة. قبل 3 سنوات بدأ مشروع عمان للإبحار، وكانت الفكرة هي تعليم الشباب العماني أساليب الإبحار الشراعي واستعادة الأمجاد التاريخية. فبدأ المشروع ببرنامج اختياري عماني ليبحر حول العالم على متن قارب إلين ماكارثر، وكان ذلك العماني هو محسن البوسعيدي، وهو مشهور الآن بعد أن أصبح أول عربي يبحر حول العالم بدون توقف. يعتبر محسن عضو أساسي من برنامج عمان للبحار، يستلهم الشباب العماني بالاشتراك في هذا البرنامج، ولكنه ما زال يشترك في الكثير من المنافسات. برنامج سيماستر سيلينج التقى محسن أثناء مشاركته في الطواف العربي للإبحار الشراعي على متن قارب فريق البنك التجاري. طواف العربي سباق جيد جدا لأنه يشمل كل بلدان مجلس التعاون الخليجي. صالح الجابري بحار آخر جاء من عمان للإبحار، انخرط العام الماضي في الإبحار الشراعي ولو بشكل بطيء، رغم أنه قاد القارب جوهرة مسقط إلى سنغافورة. شارك هذا الصيف في طواف فرنسا على فوال، والآن يقود فريق رينيسانس في الطواف العربي للإبحار الشراعي. مشروع عمان للإبحار كان هو حلمي، وآمل أن أستمر مع عمان للإبحار لأن هذا شيء خاص بالنسبة لي وخاص بالنسبة لعمان. إنشاء جيل من الشباب الصغار يرث هذا التاريخ من الإبحار، ويظهر للعالم هذا الجانب من الثقافة، وينافس أفضل بحاري العالم. هذا هو حلمي. يبدأ السباق من البحرين وينتهي في مسقط، ويتوقف في 4 محطات في 4 دول. إنها فرصة جيدة أن نكون هنا وأن نشارك في السباق، لأنه طواف جديد، وربما سيكون هناك مستقبل زاهر لهذا الطواف، وجيد أن نبدأ الطواف الأول. نحن لا نعرف المكان جيدا، ولكننا سنكتشف الكثير من الأمور أثناء السباق، ونحن سعداء بوجودنا هنا، وسنبذل قصارى جهدنا في الإبحار. بدأ السباق برياح خفيفة وغيوم، وبدأت النسمة تزداد قوة أثناء الليل مع وصول الفرق إلى الدوحة قبل الوقت ب6 أو 7 ساعات، واحتل القارب رينيسانس أول فوز في الريجاتا. أريد الملايين أن تشاهد هنا في قطر مدى أهمية التمارين المكثفة والتنافس مع أفضل البحارين الفرنسيين الذين فازوا بطواف دوفوار، وها نحن هنا نتغلب عليهم في السباق الأول. نحن سعداء جدا. في الصباح التالي تبدأ الطواف بمستعداداتها لخوض أطول مرحلة من الطواف، طولها 160 ميلا إلى أبوظبي. الفريق الفرنسي على متن كالدونيا الجديدة يتصدر السباق، ويتبعه فريق البنك التجاري.
ومع بزوغ الشمس لم يتغير وضع القاربين المتصدرين، وعند الاقتراب من خط النهاية كان الفائز هو كاليدونيا الجديدة، وهو أول فوز لهم بعد سباق دام أكثر من 27 ساعة. نحن سعداء جدا بطريقة إبحارنا، وكانت توقعاتنا جيدة، وكانت المنافسة شديدة في النهاية، ولكن أبحرنا بشكل جيد ونحن سعداء. المرحلة الثالثة كانت سباق طوله 140 ميلا إلى مرسى مارينا الحمراء في رأس الخيمة. الرياح كانت عالية في عرض البحر، والمشهد الخلفي لمدينة أبوظبي كان رائعا، ما أضفى جمالية على السباق. بدأ كاليدونيا الجديدة السباق في الصدارة وحافظ عليها حتى النهاية، ليصل إلى مرسى مارينا الحمراء بعد 12 ساعة، وجاء رينيسانس في الترتيب الثاني. نحن سعداء جدا، لقد وصلنا مرحلة حرجة وهي المرحلة الرابعة، حيث الرياح تغير اتجاهها نتيجة الجبل. المرحلة التالية إلى المصنعة كانت الأكثر إثارة، حيث جاءت أربعة قوارب نحو خط النهاية في نفس الوقت، ولكن استغل طاقم رأس الخيمة العالمي الرياح لصالحه في عرض البحر، الأمر الذي عاد عليهم بالفوز الأول لهم في هذا الطور. مرسى المصنعة، وهو القاعدة العمانية الجديدة لتدريب وإظهار جيل جديد من البحارة الصغار، كان هو محطة القوارب قبل المرحلة الأخيرة من الطواف، وهي الأقصر والتي تنتهي عند الموجة في مصر. بعد أسبوعين من الإبحار ومسافة أكثر من 600 ميل، بدأت الفرق تتجه إلى خط النهاية. مرة أخرى يفوز كاليدونيا الجديدة ليدعم نصيبه ويضمن الفوز العام في الطواف، ولكن فريق رينيسانس وطاقمه العماني بالكامل جاء الثاني في هذه المرحلة، وبالتالي الثاني في الطواف عموما، وكان ذلك إنجازا كبيرا للفريق الذي كانوا سعداء جدا بهذا الإنجاز. إنها مسافة طويلة للوصول إلى هنا، والسباق كان تنافسيا جدا، وكان هناك إبحارا ليليا، ولكن نحن سعداء جدا بوجودنا هنا وأن نفوز بالحدث. لقد منح الطواف العربي للإبحار الشراعي منصة لمستقبل هذه الرياضة ولسباقات الخليج، حيث الظروف الجوية للإبحار مثالية طوال مدة السباق، والمشاهد الخلفية المذهشة من ناطحات السحاب في أبوظبي إلى منحدرات الساحل العماني، كما يوفر السباق فرصة لفرق من أوروبا للتنافس في أشهر الشتاء. في حلقة الشهر المقبل من برنامج سي ماستر سيلينج نتابع المراحل الأخيرة من سباق برشلونة العالمي، كما نلقي نظرة على القارب الشراعي الصاروخ.